رجعنا معكم أصدقائنا مشاهدين. طبعا مثل ما قلنا لكم عن جمعية بسمة اللي ابتدت نشاطاتها من 2002، وأكيد تعنى بإعالة العائلات المحتاجة وتقديم الدروس الخصوصية للأطفال أو الأولاد المقصرين وبدون دفش شوي أكاديميا. وطبعا ضيفتنا اللي أول إطلالة لها تلفزيونية كانت بال 2003 من خلال عيون بيروت، تعود إلى عيون بيروت بال 2011 حتى نعرف الجديد عن نشاطات بسمة. ساندرا خلاط، أهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي ساندرا بضيافتنا. ميرسي لاستضافتكم. بدايه نحن كثير بنكون مسرورين بس يكون عندنا ضيوف يعنوا بالشؤون الاجتماعيه ومساعده العائلات المحتاجه، وكل شخص عن جد بحاجه ليد المساعده. خلينا بدايه نتعرف نحن وانت اكثر واكثر على الجمعيه اللي حضروا اللقاء من 2003 نسيو، اليوم نحن بال 2011 نرجع مجددا نذكر فيها. بسمة جمعية خيرية لبنانية تأسست مثل ما تفضلتوا وقلتوا بال 2002، وهدفها إعادة تأهيل العائلة اللبنانية. وقتها بحكي عن إعادة تأهيل هي إنه نحن بنتبنى العائلة مش بس مساعدات يعني غذائية وتير، نحن بنتبنى العائلة ككل ومنرافقها على فترة زمنية طويلة، يعني فينا نتوصل للخمس سنين، لأنه منشتغل على العائلة بعمق، منشتغل على خطة عمل، يعني منحط أهداف على المدى القصير والمدى الطويل، ومنشتغل مع العائلة هي بدها تكون عم تتعاون معنا تتقدر هالعائلة شي نهار تتوصل توقف على إجريها وتكفي لوحدها. وأكيد خلال كل هالفترة منكون عم نأمن لها كل حاجاتها من مواد غذائية لأدوية لاستشفى لسطات مدرسة حتى ترميم البيوت، يعني كل شيء، يعني تو جود تو بي ترو مثل ما بيقولوا، كانه حلم. معناتها ساندرا بدنا نرجع لقصه انه كيف بتنقوا وكيف بتغربلوا العيال، لانه العائله حسب ما عم بتقولي بترافقوها خمس سنين لحد ما توقف على اجريها، وكانه عائله يمكن ما في عندها رب البيت او ناقص حدا او ما عندها معيل، فكيف بتنقون واي عائله بتهتموا فيها؟ في شروط أكيد نحن بنتبعها تنقدر نتبنى العائلة، والشروط أول شيء نحن نروح على العيلة اللي أكثر شيء فقيرة بالمجتمع، اللي مثل ما تفضلت وقلت ما في عندها حدا عم بيعيلها. هلا اوقات بتكون المرأة لوحدها، يعني الام لوحدها مع ولادها، وبيكون لسبب من الاسباب جوزها مش معها، بيكون يا بالحبس يا او ارملة يا ارملة وهي بيكون عندها كمان اوقات مريضة، يعني بيكون عندها وجع بظهرها، يعني ما بتقدر تشتغل، ظروف صحية دائما صعبة. اوقات في المعيل موجود البي بس بيكون ما عم بيقدر يلاقي شغل، عنده كمان حاله نفس، يعني هي في مشاكل نفسيه أكيد. عم نعاني فيها مع العيال، وبيكون عم غير منتج، يعني غير منتج، ونحن بنشتغل عليه بطريقه يعني البسيكولوجيه والماديه تيقدر شي نهار يتوصل يقدر يشتغل، لانه يعني بخاف من المجتمع. عنده كآبه، عنده يعني ما هن هيدا كلها هي اصلا مترابطه ببعضها البعض. ها هي. طيب ساندرا، حكيت عن اقساط مدارس، حكيت عن مواد غذائيه، تامين حاجاتهم الماديه للعائلات، ولكن الشق النفسي مرقنا عليه. خلينا نحكي كيف بتتعاملوا بهذا الموضوع، قديش بتلاقوا قبول من الطرف الاخر انه تحكوا بهذا الموضوع معهم؟ يعني بنسمع في اشخاص ما عندهم مشكله تساعديهم ماديا، ولكن اللي بتضطر الى الاوضاع النفسيه بينقذوا او ما بحبوا يتدخلوا لهم هالقد بشؤونهم الخاصه. هلا نحن وقت بلشنا ما كان على اساس نتدخل بهالموضوع، بس مثل ما شفنا، لانه نحن هدفنا ورسالتنا اعاده تاهيل، يعني نحن بنقول للعائله منا جايين نقعد معكم 20 مؤقتة. سنة، يعني نحن جايين على فترة نعطيكم كل البوش، كل الحاجات اللي انتم عايزينها تقدروا توقفوا على رجليكم. العائق الكبير اللي عم بيكون هو المشاكل النفسية، لأنه ما فيك توصل لنتيجة، ما فيك شي نهار تتوصلي يعني يوقفوا على اجريهم، ما فيهم يوقفوا على اجريهم ماديا اذا ما كانوا نفسيا مرتاحين ومحسنين وبيقدروا يواجهوا المجتمع وبيقدروا يشتغلوا. ونحن لاحظنا انه هيدي الميزه تبع جمعيتنا، انه هيدي المرافقه اللي عم نأمن لهم اياها، المتابعه الشخصيه، بنعرف واحد واحد وكل جمعه بركي منزورهم منتابعهم كل هالفتره،
بمجرد ما نحن موجودين بحياتنا يعني بحياتهم يعني بمجرد ما يعرفوا انه شو ما عندهم مشكله بتلفنوا في حدا عم بيتجاوب معهم عم بيخدهم عند الحكيم عم بيأمنهم القصص بمجرد ما يعرفوا انه نحن موجودين بتحسي مع الوقت يعني بعد سنه اكيد مش من نهار للتاني بعد فتره بتبلش تحسيهم عم بيرتاحوا عم بيروقوا يعني انتم سند لإلهم بس بتعرفي الشغله هيدي من جهه كثير مهمه يعني منك انت عم تعملي خير بشهر معين شهر رمضان المبارك تعميناهم شربناهم بس خلاص الشهر رجعوا جاعوا ورجعوا أو بأي عيد اللي كان أنتوا عم ترفقون لفترة طويلة وأنتوا كمان أهلتوهم نفسيا تيقوموا ويوقفوا على إجريهم بس هل يا ترى هل تأهل نفسيا وصار ردي أنه يروح ينتج في فرص عمل؟ طب ما بركي ما لقى شغل هيدا اللي كمان عم لاقي كثير فيه صعوبه، اول شيء لانه بدها فتره طويله تا هن يصيروا مستعدين نفسيا بلشوا يشتغلوا، وبعدين وقتها بيصيروا مستعدين نحن بنأمن لهم اول شيء التدريب المهني اللي لازم تيأهلهم يشتغلوا يعني المينيموم خصوصا تدريبات للنسوان عندنا تدريب خاص للجمعيه لا نحن علمنا البيسك سكيلز يعني كيف مثلا يجاوبوا على التليفون كيف اذا بدهم يبيعوا اذا عملوا مثلا سيلز وومن او شيء يعني كل هالمهارات البسيطه مهارات يعني البسيطه اللي بتأهلهم انه مثلا يشتغلوا طيب ساندرا سؤال في خيط رفيع انا بشوف بين انكم تساعدون وبين انه يكون في اتكاليه عليكم ما بعرف قديش عانيتوا من هالموضوع يعني في اشخاص هن قليل الخاصيه بطبيعتهم يعني بقول لك ما زال انا عم توصل للخراد اللي عندي على البيت ليش تعذب حالي واتعب عانيتوا من هالنقطه سؤالي كثير مهم لانه طرقت لموضوعين هلا اول موضوع اللي هو الاتكاليه انه نحن هدفنا نأهلهم يوقفوا على رجلهم ويكفوا مش جايين نعودهم على الكسل وهيدا متفق عليهم مثل كونترا شفهي نتفق عليهم من الاول بنقول لهم نحن ما فينا نبقى معكم على طول كون تساعدونا تنساعدكم جايين على فتره استفيدوا من هالفترة مثلا ايه نعمل لهم وقت يعني وقت محدد انه من هلا لوقتها اذا لقينا لك مثلا شغل او شيء بدك تكون عم تتعاون هلا بعد فتره اذا بنلاحظ انه كل شيء بنلاقي له فرص عمل كل شيء بيقول لا هلا المعاش ما بيناسب الدوام ما بيناسبه بعيد عن بيته يعني تتركه كل مره في حجه كل مره في حجه بنبلش نعطيه انذارات مش دغري بنتركه بنبلش نقول له نحن ما فينا نكفي هيك انت بس بدك تاخذ مصاري وتقعد بالبيت وبعدين الرجال قاعد بالبيت ما عم بيشتغل عم بيخانق مرته عم بيضرب اولاده في 50% طلاق من يعني ورا قعده البيت من ورا قعده البيت بعدين في شغله كنا عم نحكي عن المسكنات 90% من نحن اللي عم نساعدهم على المسكنات عايشين يعني في هالكآبه وهالغضب وهالعنف بالبيوت من ورا يعني انتم فتوا لكل هالعيله يعني من رب البيت اذا كان موجود الى المراه حتى الاولاد وذكرنا انه في دروس خصوصيه تعطى للولد لانه كمان ضمن حتى لو 5 سنين هالولد بخمس سنين اكيد رح يرجع يصير يمكن بين الأوائل نشاطات كثيرة عم بتقوموا فيها وأكيد قد ما حكينا مش رح نعطي قيمة الشغلة مثل الصورة رح نبلش نمرق الصور وبركي على كل صورة بتفسري لنا ساندرا أكثر وأكثر شو هي النشاطات وبأمتي بأي سنوات كانت يعني ما بعرف إذا في كان ثاني موضوع طرقت له نحكي فيه بعد الصور شو الكسل الكسل لأنه كنا نفكر إنه كسل دائما نحكي إنه بس حب تنبلي يعني بتصير تنبلي او انه ما حبينا نجزم بعدين لانه بتلاحظي انه هول الاشخاص اللي وصلوا لهون اليوم اللي هو بركي باي اليوم وعنده عائله وعم بيكون بهالظروف ربي هيك وربي بالفقر وكبر بالفقر بلش يشتغل بركي عمره 15 سنه يعني بيصير على 40 تعبان ويأسان احبط يعني هيدا الاحباط يعني الكسل انا بلاقيه احباط احباط اكثر منه نعم. نحن بهالاثناء كمان عم نشوف مجموعه من الصور او النشاطات اللي قمتوا فيها كمان بمطاعم البسمه نحن بالاضافه على عملنا مع العيال اللي عم نحكي عنه هلا حاليا نحن كمان عندنا مطاعم البسمه مطاعم البسمه بيجوا بيتغدوا يعني نعم عندنا بسن الفيل والاشرفيه وفرن الشباك غير مطاعم المحبه لا هن مطاعم البسمه البسمه أوكي. لانه هون عم نشوفهم اخذينهم رحله بحريه نحن بناخذهم دائما كل مرتين او ثلاثه بالسنه رحلات ترفيهيه لانه في كثير ما شافوا البحر في كثير ما بيعرفوا الثلج في كثير ما بيعرفوا اثارات لبنان ساندرا بصراحه في اشخاص بيشعروا بالاحراج
وقتها بيكونوا على بالوضع اللي هن فيه وبالاخص انه عندهم اولاد، يعني ما بقى في احراج لانه في عائله وفي اولاد وفي مدارس وفي بيتمسكوا بخشبه خلاص. نعم. خلاص بصيروا بعدين نحن عندنا اسلوب الجمعيه انه ما بنجي كنحن مساعدين او جايين من فوق، نحن بنسميهم هن بيصيروا من ضمن عائله بسمه. نحن كلنا عائله وحده. عم نشوفهم بهالصور من اعمار مختلفه. نعم. اي حاله اثرت فيك ساندرا اكثر من غيرها من خلال تجربتك يعني ومعايشتك لحالات عديده من عائلات محتاجه؟ هلا في كثير حالات، انا كل حاله بحالتها بتاثر فيي، لانه وقت تفوتي على البيت وبتشوفي الكآبه اللي عايشين فيها بتقولي كيف بعدهم قادرين يبتسموا دايما، ويعني بقدرهم لهالشيء لانه عايشين بظروف كثير. بس العائله اللي عم بتاثر فيها اكثر شيء هي لانه وضعها كثير صعب، يعني ديجا فقر كثير، والرجال بالحرب انعطب بالتخت، وحتى عقليا ذهنيا منه كثير طبيعي. البنتين مريضين مرض، مع يعني اول شيء كثير مكلف، بدهم ادويه، عم نحكي بشي 5000 دولار كل شهر، وهن ما معهم. نحن كيف رح تتركوهم بعد 5 سنين؟ بتخيلوا انتم باقيين معهم على طول؟ هن المرض تبعهم كمان بيؤدي لمحل، يعني في محل طريق مسدود انه في وفاه، يعني في وفاه، والام لوحدها عم بتروح وتعاني وبشوفها كل يوم، يعني كيف عم تقدر تتعلق تتحمل هال يعني نفسيا بتتعلق فيهم. بلشنا نشوف كانه في دموع بعيونك، كانه شخص هالقد مأثر بهيك عائله، ساعتها كيف فيكي تفصلي ما بين انسانيتك ووظيفتك او عملك؟ هلا اول ما بلشنا ما كنا نعرف نفصل، هيدا بده خبره. يعني الفصل بده خبره، بدك تقولي انا حياتهم وحياتي، لانه اذا بتفوتي معهم بتصيري انت كئيبه وما بده فيك تساعديهم، انت بدك تضلك تحافظي على البسمه تتقدري تعطي البسمه. صحيح. وبدك تفكري انه لا نحن عم نساعد، يعني بالقليله عم نعمل شيء منيح، شيء ايجابي، شيء ايجابي. ما لازم نكون كئيبين نحن، يعني لو ما كنت حياتي ما كنت قدرت ساعدتهم. صح.